الخير والفل والياسمين والعسل الابيض على كل الناس الحلوه اللي بتشوفنا دلوقتي. يوم جديد وحلقه جديده وعسل ابيض. خليني كده ابدا ابارك لجمهور نادي الاهلي. بصوا حتى الكلمه والله العظيم يعني كانت يعني بتغلط. جمهور طبعا النادي الاهلي الف مليون مبروك طبعا فوزهم امبارح 2-0 للنادي الاهلي. ببارك لزمايلي في الاعداد محمود ونجوى. عايزه اقول لكم النهارده مدخلين لي السكريبت كله بالاحمر الحقيقه. هم سعداء واكيد احنا طبعا سعداء بالنادي الاهلي يعني. لكن مره ثانيه لسه في فرص على فكره للنادي الزمالك، لكن بنبارك مره ثانيه ان شاء الله للنادي الاهلي. نبدا حلقتنا النهارده، والنهارده هنبداها بقى منين؟ من اسيوط تحديدا بقى، من على صفحه من على الفيسبوك. عباره عن ايه الصفحه دي؟ عباره عن خطبه. ايوه هو خطبه زي ما انا بقول لكم كده، بس خطبه بقى يمكن قبل كده كنا جبت انا في برنامجي اللي قبل كده خطبه بس ما كانتش الكترونيه. خطبه عاديه زي بتوع زمان اللي هي بتقعد وتوافق قراصين في الحلال، لكن اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي خطبة إلكترونية. اللي عايز يتجوز يتفضل يبعت لنا ويقول لنا، مش احنا طبعا دي للخطبة يعني الإلكترونية، ويقول لنا مواصفات شريكة حياته أو شريك حياتها ايه، وهم هيوافقوا ويوفقوا راسين في الحلال. لكن خليني أقول لكم بقى إن الغريب في الموضوع ده إنه كان يعني متوقعين إنه يبقى فيه هجوم، لكن بالعكس اتقابل بقبول وترحاب كبير جدا زي ما وصفته جريدة اليوم السابع في تحقيقها المنشور في عدد النهارده. الصفحة اللي عملها مكتب محامي في أسيوط تحت شعار جروب مغلق لتوفيق راسين في الحلال لأبناء وبنات محافظة أسيوط. بيتم طبعا بيحطوا شروط، ولو اتطبقت المواصفات بيتم المقابلة ما بين الطرفين، بيكون ده في المكتب، واكيد ده بيبقى فيه مقابل مادي. عروض الجواز بقى اللي مكتوبة على الصفحة ممكن قوي نعرف منها قد ايه لسه الجواز في مصر وخصوصا في الصعيد ما وصلتش للصيغة الصحيحة، والنتيجة للأسف طبعا بتكون حالات طلاق كبيرة جدا، وبنشوف قد ايه المحاكم كل يوم مليانة حالات طلاق كل يوم كل ساعة، وكمان للأسف ان هي بتبقى كل دقيقة. ما حضرنا لكم حبة حاجات كده من على البيج بتاعت الخطبة الإلكترونية دي، تعالوا هنقرأ مع بعض جزء منها محضرينها ننزلها على الشاشة دلوقتي. اهي زي ما حضراتكم شايفين: يا أدمن أنا محتاجة عريس لأختي وهي أرملة وعندها بنت، هل متاح عريس يكون أرمل أو مطلق بس تكون ظروفه المادية كويسة، وإحنا على استعداد لدفع مبلغ مقابل مادي يعني. طبعا هم ردين عليه وقالوا له اهلا بيك في مكتب كذا، بس المواصفات والشروط الخاصه بالعروسه والعريس خاصه، اي تفاصيل تخص الماديات بيتم الاتفاق عليها باكج خاصه، وكل الاشخاص متاحين ان شاء الله. يعني احنا هنقرا معاكم كومنتات تانية كتير. مثلا حاجه تانية اهي: لو سمحتوا بعد اذنكم عايز اعرف اجراءات الاتفاق، وهل بيتم دفع مبلغ مالي مسبقا ولا بعد اتمام الجواز؟ هما بقى ردين عليه: الاتفاق المبدئي بيتم بعد دفع مبلغ مالي قبل المقابله. ايه ده؟ ماشي هنعلق بعدين. وبعد اتمام الزواج بيتم دفع باقي المبلغ، واي اتفاق على الباكج كلمني برايفت يعني على الخاص. يعني هي ما شاء الله دي مقاوله. طيب حد تاني: لو سمحت يا ادمن في عندكم مقابلات زواج للاقباط ولا تعاملكم مع مسلمين بس، وشروط التقديم ايه؟ وشكرا ليكم. قايلين له طبعا تمام في انتظار حضرتك على الخاص. هي الصفحه دي بالمناسبه هي ملهاش علاقه بمسلم ومسيحي، لا هما لو في حد مسيحي عايز يتقدم بيروح عادي مفيش مشكله. طيب حد تاني: لو سمحت يا ادمن في عندكم مقابلات زواج للاقباط ولا تعاملكم، ده يمكن اللي كنا بنقوله اهو دلوقتي، تعاملكم مع مسلمين بس. هما ردوا عليه: اهلا بحضرتك، احنا عندنا عرايس مسيحيات طبعا، والشروط حضرتك بترسل لنا يعني مواصفات العروسه المطلوبه خاصه، واذا بتحب تشير على الصفحه تمام، واذا ما بتحب بيكون التعامل خاص. اذا ما تم الاتفاق على الشروط بيتم تحديد موعد للمقابله، وبعدها بيتم الزواج. اي اتفاقات تخص الماديات قبل وبعد ده بيكون في البرايفت بعد اذنك. يعني مش عارفه الحقيقه انا في حاجات تانية ولا هم خلاص كده. طيب يعني احنا بنديكم نبذه كده مختصره من الحاجات اللي بتبقى منشوره على الصفحه. كتير وكتير طبعا من الطلبات اللي بتخلينا بنلف الحياه حوالين نفسنا. هو لسه في حد، احنا في 2017 يا جماعه، لسه في حد في 2017 بيتجوز بالطريقه دي؟ الحقيقه الاجابه احنا قلناها لحضراتكم على الشاشه. ايوه في، والصفحات دي مليانه السوشيال ميديا. و لكن خلينا نسأل سؤال بقى تاني:
نسبة نجاحها قد إيه؟ هي دي بقى السؤال المهم جدا. الإجابة اللي أنا قلتها لحضراتكم في أول الحلقة، إن للأسف مصر فيها حالات طلاق كل 4 دقايق، ويمكن الرسالة اللي أنا بقولها وصلت. إحنا 2017 مفيش، يعني إيه أنا أتجوز واحد من خلال أنا معرفوش أصلا؟ يعني دي حاجة صعبة، زي بالظبط الاتنين اللي بيتعرفوا على بعض مع بعض على الفيسبوك وبيتقابلوا، بس بنلاقي كتير جدا العلاقة للأسف إن هي بتكون فاشلة. أنا رأيي إن الخطبة بتاعت زمان، في ناس ممكن تقول لك إيه، طب ما زمان كان في خطبة، كانت في خطبة بس كانت العائلات عارفين بعض، ما كانش في كم التمثيل اللي بيبقى باين في الأول. وبعدين لو تلاحظوا معظم الطلبات أنا عايز حالته المادية تبقى كويسة. يعني طبعا انا موافقه جدا ان الحاله الماديه تبقى كويسه جدا، لان طبعا الدنيا في حاله من الغلاء الشديد، وان الناس البنات بتبقى عايزه ترتاح. لكن خليني اسالكم، هل الخطبه دي او الخطبه الالكترونيه دي، ده مكتب محاماه مبدئيا، هل هو عارف ومتاكد من ان المعلومات دي صح ولا لا؟ ما انا ممكن ابعت له معلومات غلط كتير جدا. ويمكن كانت في قصه منتشره ده ما فيش من كام يوم على الفيسبوك، ان واحد بعت لواحده على الفيسبوك، هو حد من بره يعني من دول الخليج، وقال لها انا عايزه اتجوز بس عايزه اتاكد من اللي هي التحاليل اللي بتتعمل قبل الجواز والفحوصات، بعت لها مبلغ عشان يطمعها، بعت لها مبلغ تاني عشان تروح تعمل تحاليل. للاسف كانت اللي عارفين النتيجه ايه، النتيجه كانت ان هي ماساويه الحقيقه، النهايه او النتيجه ان هي سافرت معاه بره اتجوزها، واهلها ما يعرفوش عنها حاجه لغايه لما اكتشفوا ان هي مقتوله ومتاخد كل اعضائها. فيعني خلينا ما ناخدش التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا زي ما بنقول ليها عيوب واكيد طبعا ليها مميزات، فخلينا ناخد الحلو بس من التكنولوجيا. طيب احنا لسه مكملين طبعا معاكم في عصا الابيض، والحقيقه كان عندنا والله تقارير، وعندنا تقرير كان حلو جدا بس هنأجله ان شاء الله لبكره. لكن خلونا نطلع لفاصل، بعد الفاصل ازاي نحمي بشرتنا من اشعه الشمس في فصل الصيف، هتكون معانا ضيفتنا الدكتوره نجلاء فتحي اخصائي الامراض الجلديه بجامعه عين شمس، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي بقى هنتعرف على الجديد في دنيا الاهتمام بالبشره، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم في فصل الصيف، لان بنتعرض فيه بشكل مباشر لاشعه الشمس، سواء بقى ان احنا بنبقى على البيتش او حمامات السباحه، وده طبعا بيعرض بشرتنا لمشكلات كتير جدا، منها طبعا الجفاف الاحمرار، وتبدا الشكوى وان احنا نبتدي نروح لكتير من الدكاتره وناخد كريمات، وممكن ناخد كريمات غلط وناس توصف لنا حاجات غلط تضر كمان بشرتنا. طيب نحافظ ازاي بقى على بشرتنا في فصل الصيف؟ هل في اكلات، هل في مشروبات معينه ان احنا نقدر ناخدها ويبقى في محافظه على بشرتنا؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتي في الاستوديو، هي الدكتوره نجلاء فتحي اخصائي الامراض الجلديه بجامعه عين شمس. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. طيب خليني في البدايه اعرف ازاي ارطب بشرتي في فصل الصيف. والله يعني الترطيب الاول بيبقى اهم حاجه السوائل. يعني لازم نشرب 3 لتر ميه في اليوم على الاقل فتره صيف. تاني حاجه طبعا واقي الشمس وكل بشره بالظبط اللي هو الصن بلوك، وكل بشره بنختار الصن بلوك على حسب نوع البشره. يعني البشره اللي هي الجافه هنختار شويه الصن بلوك يكون فيه زيوت عشان يعوض البشره عن السوائل المفقوده فيها. تاني حاجه البشره اللي هي بتبقى شويه دهنيه وفيها دهون زياده دي المفروض ان هي بتاخد صن بلوك يبقى فيه نسبه الزيوت مفيش، يعني بيبقى يا جل يا فلاود، ده اللي بتدور عليه. انا اول مره اعرف ان الصن بلوك فيه زي الفاونديشن مثلا. لا وفي فاونديشن وفي، لا في حاجات دلوقتي تقنيه الصن بلوك دلوقتي زادت جدا واتطورت قوي لدرجه ان في كمان واقي الشمس للشفايف عشان يحميها من التشقق بالظبط، وفي للشعر سبراي. وفي افتر سن، ان احنا بنحط الافتر سن اللي بيقلل من تهيج البشره واحمرارها بعد التعرض لاشعه الشمس. يعني اهم حاجه دلوقتي بعد واقي الشمس يبقى في كمان الافتر سن اللي احنا بنبتدي نحطه بعد ما نرجع. تقريبا هنشحط بعد كده لما نصرف كل المصاريف دي، احنا العضو بيطلع احسن يا جماعه ما تنزلوش، لان في ما هي في بشرات اللي هي الحساسه وعرضه اكتر دي بتتعرض للتهيج والاحمرار وبعديها بتقلب بغمقان وتصبغات، فبنبتدي نعالج في مشكله اكبر. فهنا الوقايه احسن. طيب خليني اسال حضرتك، يمكن زي ما انا قلت في البدايه ان في مشروبات والميه يمكن طبعا هم افضلهم. دي اهم حاجه. طيب انا سمعت معلومه ما اعرفش هي صح ولا غلط، المشروبات الغازيه
بتأثر فعلا على البشرة ولا لا؟ هي المشروبات الغازية كل الحاجات اللي فيها مواد حافظة بتأثر طبعا على البشرة، لأن هتقلل برضو من كمية المواد اللي هي الأنتي أوكسيدنت اللي بتطلع للبشرة أو الفري راديكلز، ودي اللي بتحمي البشرة من التجاعيد. فاحنا كل ما احنا قللنا المشروبات الغازية والحاجات اللي فيها مواد حافظة كل ما حافظنا على البشرة أكتر، لأن المفروض إن الغذاء بتاعنا الهيلثي أكتر إنه يكون مركز على الحاجات اللي فيها مالتي فيتامينز. أوكي. اللي بتمد البشرة بالحاجات العناصر اللي هي مضادات الأكسدة. تمام. ودي مهمة جدا في دلوقتي ابتدى في معظم في كبسولات ابتدت تطلع موجودة فيها الكولاجين وفيها فيتامين سي وإي الحاجات اللي هي مضادات الأكسدة. كمان احنا عندنا في الكريمات دلوقتي فيها حاجات كتير مرطبة بتزود البشرة بالكولاجين والهيالورونيك أسيد اللي هما بيزودوا ترطيب البشرة والأنتي أوكسيدنت. تمام. طيب خلينا نقول لو في وطبعا في الاكل في المكسرات والكيوي والافوكادو والحاجات دي مفيده مغذيه. مفيد. طبعا. طيب خليني اسال حضرتك برضو ايه المحاذير او الحاجات اللي انا المفروض امتنع عنها تماما في فصل الصيف؟ يعني حضرتك بتقولي مثلا المكسرات مفيده جدا، يعني انا اعرف المكسرات مثلا عين الجمل للذاكره دي مفيده برضو للبشره. اللوز من الحاجات الكويسه جدا للبشره. بتعمل ايه بقى اللوز؟ مواد في ترطيب للبشره بيقلل من ظهور التجاعيد. كمان في مضادات الأكسدة اللي هي يعني بتقلل من شحوب البشرة، يعني ده كمان بيزود نضارة البشرة. طيب والحاجات التانية من المحظورات اللي أنا المفروض زي ما بنقول الوقاية دايما خير من العلاج؟ طبعا كل الحاجات اللي فيها أنا بقول الناس ابعدوا عن الحاجات اللي فيها مواد حافظة أكتر. الحاجات اللي هي اللانشون والباستيرما والأكل التيكاوي معظمه والهامبرجر، كل الحاجات دي بتبقى بتزود من شحوب البشرة. لان هي طبعا مش يعني مليانه الحاجات الفريره ما فيهاش مضادات الاكسده اللي انا محتاجاها. فانا لو يعني نركز في الاكل يبقى هنركز على الحاجات اللي هي ما فيها الفيتامينز دي والعناصر دي، الخضار والفاكهه الطازج، كل الحاجات الفريش. طيب لو جينا قلنا مثلا نبدا مثلا ام عندها ولاد وتبتدي يومها ازاي؟ عصير يعني برتقال فريش. بس ده مش غلط على الصبح عشان من الحمضيات او القلويات؟ ملهوش اي مفهوم؟ لا بعد الفطار يعني عصير برتقال فريش وتفاحه، يعني انا بقول ان ده من اكتر الحاجات اللي هيلثي جدا للبشره. والموز اخباره ايه؟ الموز غني بالبوتاسيوم اكتر برضو، يعني انا من الحاجات الكويسه اللي احنا لقيناها جايبه نتائج برضو كويسه جدا ماسك الموز نفسه. والله اوكي. طيب بنلاقي برضو دايما فصل الصيف من كتر ما احنا اللي يقول لك انا عايزه اخد تان ومش عارفه ايه والحاجات الجميله دي، بنلاقي البشره بيحصل لها غمقان بتغمق. بنبقى طبعا بعد الصيف عايزين نفتح البشره تاني. نعمل ايه علشان نفتح البشره تاني بعد الغمقان اللي احنا وصلنا له؟ طبعا ان هي هنبتدي بنمشي على برنامج، البرنامج ده اولا طبعا الواقي من الشمس، تاني حاجه كريمات التفتيح هتستخدمها بالليل قبل ما تنام تمشي عليها، واذا كان في ممكن الجلسات اللي احنا ممكن بنعملها تفتيح للاماكن اللي هي اكتر حاجه فيها تسبغات ومضايقاها، سواء بقى تقشير او حقن للمواد المفتحه دي. ودي ملهاش اي سايد افكت يعني ملهاش اي اثار جانبيه؟ فيتامين سي كلها بتبقى كوجيك اسيد فيتامين سي. لا انا قصدي على الجلسات دي ملهاش اي سايد افكت؟ لا 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 لا, لا. كلها مواد طبيعيه مستخلصه، العرقسوس، الفيتامين سي، الكوجيك اسيد، كل الحاجات دي، الاربيوتين، كلها حاجات مواد طبيعيه بتعمل على ان هي بتقلل من نشاط الخلايا في انها تصنع الصبغه. طيب حضرتك قلتي في الاول نختار سواء بقى الكريمات او برنامج علاجي على حسب كل حاله، يعني لو الحاله تبقى مايلد يبقى نكتفي بس بالكريمات اللي فيها بتقلل من نشاط الخلايا انها تصنع الصبغه. لو كانت الحاله فيها تسبغات واضحه ومضايقه العينه يبقى لا بنبتدي نتدخل بقى بالجلسات او الليزر، يعني في جلسة على حسب كل حاله. تمام. تقشير، جلس الليزر، حقن المواد اللي هي المفتحه دي بس. طيب حضرتك قلتي في الاول عن السان بلوك وان احنا حسب كل بشره. طيب الاطفال، لان الاطفال بنلاقي برضو في الطفل الفاتح قوي بيصاب بعض من الاطفال. ما بحبش ادي غير مثلا لو الدنيا يعني شويه مضايقه الام او مضايقه الطفله فاحنا بندي الكريمات اللي فيها مواد طبيعيه بس. لكن السان بلوك طبعا ده لازم سان بلوك، ما ينفعش انت تفتحي وبعدين تتعودي تاني للشمس. لازم يبقى في سان بلوك واقي مخصوص للاطفال. وبعدين مع كريم تفتيح يكون كله هيربل مواد طبيعيه ما فيهوش اي حاجه كيميكال، واقول لهم زودوا في الاكل الحاجات اللي فيها فيتامين سي.
اصل بنلاقي برضو اطفال كتير من كتر ما هم قاعدين على البول او على البيت بيتعرضوا كمان لضربه شمس. فهي لا ما هي احنا المفروض ان الوقايه قبليها ان هي تحط واقي الشمس الخاص بيهم وتجدد كل 4 ساعات او كل ساعتين على حسب نوع الكريم الشمس دوت. وبعد كده بتحط الافتر سن عشان نمنع التهيج وبالتالي ما نوصلش للتان. ما هو الاحمرار هو اللي بيقلب بعد كده بالاسمرار. فانت تمنعي من الاول الاحمرار وتركز بقى في الحاجات اللي فيها فيتامين سي، لان فيتامين سي من الحاجات الكويسه جدا اللي بتقلل من تصنيع الصبغه دي. طيب لو حبينا واحنا بنختم نقول 10 نصايح لكل الناس اللي بتتفرج علينا يعملوها، نقول ايه؟ 1 2 3 4. والله اول حاجه طبعا شرب الميه عشان ده هيقلل من جفاف البشره وبالتالي هيقلل من تهيجها واحمرارها وظهور التجاعيد، لان البشره الجافه هي اكتر عرضه لظهور التجاعيد من اي بشره تانية. تاني حاجه نركز في الاكل اللايف ستايل بتاعتنا، يعني نحاول نقلل من اكل التيك اواي. يعني الاكل يبقى كله فريش صعبة شوية. على قد ما نقدر بس هي دي يعني دي من ابسط حاجه وفي ايد الست البيت، يعني بدل ما اقولها كريمات وكده ابسط حاجه ان الاكل يكون شويه فريش وعصاير فريش وتقلل شويه المواد الحافظه. وخليني اقول حاجه كمان كانت الدكتور قالتها لي في الفاصل، ان القعده قدام التكييف الكتير الناس عكس ما الناس فاهمه ان التكييف قاعدين على طول في حاجه مكان رطب، لكن قالت لي ان ده برضو غلط، صح كده؟ التكييف اكتر بيأثر على العين، بيعمل جفاف في العين، فبيحصل التهيج والاحمرار في العين فبيحتاجوا ان هي القطرات الدموع. لكن هو التكييف كويس للبشره اللي بتبقى بتتعرض للتسبغات لو قعدت في مكان سخن، يعني في بشره حساسه جدا مجرد ان هي تقعد في مكان مش شمس بس مجرد ان هو سخن قوي الاقي ان هي تجيلي تقولي انا احمريت قوي وبعديها قلبت التسبغات. لكن هو فعلا ياثر اكتر على العينين. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا بجد، انت حضرتك نورتيني. وبشكر الدكتوره نجلاء فتحي اخصائي الامراض الجلديه بجامعه عين شمس، بشكرك شكرا جزيلا. طيب احنا لسه مكملين طبعا مع حضراتكم وفقرات عسل الابيض بعد الفاصل. عندنا ممثله جميله جدا لسه طالعه جديد بقوه اسمها مايان السيد، حلم حياتها ان هي تكون السندريلا سعاد حسني رقم 2. تعالوا نعرف كل حاجه عنها لكن بعد الفاصل. عسل ابيض، عسل ابيض ده اسم البرنامج بتاعنا، لكن الحقيقه ضيفتي اللي منوراني دلوقتي زي ما بيقولوا كده ايه، هي الماده الخام للعسل الابيض، هي بنوته قمر جميله. عملت دور محترم، عمل وحقق نجاح كبير جدا، هو دور ايتن في مسلسل ظل الرئيس، زي ما قلت لكم عمل نجاح كبير جدا في رمضان اللي فات، وهي برضو مثلت دور يارا في مسلسل الاب الروحي، قدرت ان هي تلفت النظر ليها بسرعه رهيبه جدا وتكون زي ما بنقول كده ايه ايقونه من ايقونات نجاح المسلسل. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى يعني هي الكاميرا هتجيب لوحدها دلوقتي قد ايه رقه، قد ايه جمال، قد ايه انوثه، مستقبل ان شاء الله يعني ان شاء الله كبير جدا بيستنى نجمه كبيره ان شاء الله في عالم الدراما والسينما اللي هي بتحلم تكون السندريلا رقم 2 بعد الفنانه الجميله طبعا الكبيره سعاد حسني. كفايه كده ولا كمل؟ ميرسي ميرسي بجد على التقديم. عايزه اقدم طبعا ضيفتي الفنانه الشابه مايان السيد اللي زي ما قلت عملتي ضجه كبيره يا مايان الحمد لله في وقت صغنن متهيألي، صح كده؟ الحمد لله. طيب خليني ابدا معاكي، وكنت باديه بابو البنات مع الفنان مصطفى شعبان، والمغني كان ليكي فيه دور صغير مع الكينج محمد منير، وبعد كده انطلقتي بقى الاب الروحي ثم ظل الرئيس. لكن خليني اسالك، هو مين اللي اكتشف اصلا موهبه مايان والتمثيل الرهيب اللي احنا شفناه ده؟ هو محدش اكتشف الموهبه، هو انا من وانا صغيره وانا بحب التمثيل جدا ونفسي امثل بس مش عارفه اخد الطريق ده ازاي، يعني من وانا صغيره اللي هو منين اعمل ازاي؟ ايه انا مفيش اي حد فنان في عيلتي، معرفش اي حد ممثل، معرفش ازاي الموضوع ممكن يبدا. فانا مامتي كانت عارفه وبابايا وكل اهلي عارفين ان انا ده حلمي يعني من وانا صغيره. ولا مامتك ولا باباكي من داخل الوسط الفني خالص ما لهمش اي علاقه بالوسط ولا اي حد في عيلتي اصلا. فبدات ان انا ادور ازاي اوصل بالموضوع ده فمعرفتش. فلما كبرت شويه عملت اعلانات قليله قوي لحد ما جاي الاوديشن بتاع الاب بتاع ابو البنات واخدت الدور.
وخدت الدور. طيب يعني يا جماعه عايزين نقول اهو مفيش واسطه، لا من غير يعني وسطة. من غير وسايط خالص مايان دخلت، لان عايز اقول لك بيطلع كلام كتير جدا، اصل ده بابا تلاقيه مش عارفه مين، اصل ده مامته تلاقيها مش عارفه مين، لكن هي تعبت واجتهدت ودخلت وعملت كمان واثبتت نفسها. ويمكن انت دراستك كمان بتدرسي مسرح في الاي سي في الجامعه الامريكيه. انا بدرس مسرح في اي سي، وخدت كذا وخدت ورك شوب للاب الروحي، وخدت برضو ورك شوب عشان ده كان انت اللي خدتيها ولا هم اللي قالوا لك لا لازم تروحي؟ هم عملوا لنا يعني ادونا الورك شوب دي ان احنا نروحها لمده 3 شهور. بس انا ما اكتفيتش يعني، لا انت كملتي. خدت الورشه لظل الرئيس عشان الدور اتمكن منه يعني. لا ده احنا كان دور صعب قوي. هنتكلم كلام كبير عن ظل الرئيس. بس احنا واخدينها ستيب باي ستيب. ناخد تليفون ونرجع نكمل معاكي. تمام. طيب معانا المخرج احمد سمير فرج. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وقول لنا مايان رايك فيها ايه؟ زي ما بنقول هي يا دوبك يعني ايه حطت رجلها وانطلقت بعد كده. انا رايي في مايان هيبقى شهادتي مجروحه. لانه انا مختار مايان من وسط الاب الروحي تحديدا للدور ده. لان انا كنت شايف انها هتقدر تديني اللي انا محتاجه في الدور. فبالنسبه لي انا صعب اقول اصل مايان شاطر، لانه بشهاده الجميع الحمد لله ما خدتش منك مجهود، ما خدتش منك وقت ان انت تقعد تتعلم وتحفظ، لان برضو موضوع السكريبت والحفظ انا عارفه ان في فنانين وكبار بيبقى عندهم موضوع الحفظ ده بيبقى صعب عندهم. بصي، هو انا ومايان اتفقنا على اتفاق من اول مره. وده انا بتفق مع اي ممثل بيشتغل معايا لاول مره، انه تعالى في ميعادك وتعالى حافظ ومالكش دعوه بالباقي. فعلا دي حاجه مريحه جدا تبقى، لانه هي الفكره كلها انه الحفظ هو نص تمثيلي. ده حقيقي. النص الثاني ده جزء منه موهبه وخبره وتوجيه. فهي الحقيقه انه ميان كانت ملتزمه جدا من البدايه بس، وميان كانت مركزه في الدور جدا جدا جدا. وكان الميزه بالنسبه لي في ميان انه الملحوظه بتتقال مره واحده. طب ايه اكتر المشاهد اللي مايان تعبتك فيها؟ يعني بذلت فعلا مجهود وعدت كذا مره. لا بصي، احنا فكره المشاهد اللي تعبتني او اي حد تعبني، الفكره انه المسلسل نفسه كان صعب، واحنا كنا دايما طول الوقت فكره التمثيل دي هي الاساس عندنا، فما كانش عندنا مشكله ان احنا لو الممثل نفسه عاوز يعيد، لو انا حسيت انه لا ممكن يجي احسن من كده ان احنا نعيد. فكرة الإعادة بالنسبة لنا مش تعب، بالعكس ده تجويد. فما أقدرش أقول لك إنه ميان تعبتني في المشهد الفلاني، بس أنا اللي أقدر أفتكر لميان إنه ميان في مشهد الدفنة نفسها هي طلبت كذا مرة إنها تعيد. إن هي كانت حاسة إنها ممكن كان مشهد صعب بالنسبة لها. كان مشهد صعب بالنسبة لنا كلنا، كل الناس اللي في اللوكيشن ده كان مشهد صعب جدا. هو وكان مشهد صعب لأنه دي الحلقة الثانية وانت بتقدمي الكاركترز كلهم مين متأثر بأي شكل. فاللحظة دي كانت هنا لبقية المسلسل. فكرة انك توجهي كل ممثل على حدة من غير ما زميله يبقى عارف هو بيمثل كده ليه، وكل واحد في حالة، والجو كان صعب جدا جدا جدا. يعني يمكن ده صعوبة المشهد الأساسي، ان احنا كنا في جو صعب شديد الحرارة. ناس لابسة شتوي، فكانت مأساة. لكن الحقيقة أنا من أول تيك أنا قلت لمايان أنا تمام، فما قالت لي لا أنا عايز أعيده تاني، قلت لها يلا نعيده تاني. لأنه أنا دايما مؤمن إنه لما بتدخلي الممثل في المود من أول لحظة بيبقى سهل بعد كده إنه خلاص أول تيك يقدر يجيب ده. صح. طيب خليني أسأل كمان حضرتك وأقول لك إن مايان زي ما بنقول قماشة بتتفصل بكذا شكل، يعني شفناها الأب الروحي بشكل، شفناها في ظل الرئيس بشكل تاني خالص. شايف مايان ممكن تتحط فين تاني، او ايه الاتجاه اللي هي المفروض تتجهه بقى، الادوار اللي هي تعملها الفتره اللي جايه؟ لا هو بصي، مايان لسه صغيره بتبتدي حياتها، بقى عندها خبرات لسه هتتبني اكتر واكتر واكتر. هي لازم تجرب كل حاجه، عشان الممثل هو مجموعه خبرات وادوار متتاليه. وبالتالي بعد كده بيتحدد المسار، هو الممثل ده هيبقى رايح بيلعب في انهي منطقه. فميان لسه صغيره، عندها بوتنشال قوي جدا انها تكمل.
الحكايه كلها محتاجه انه كيفيه الاختيار. هي ده اللي بيحدد مصير اي انسان، انه اهم شيء انه ما تتاثرش بالنجاح ده وما تقيسش عليه بقيه حياتها، لانه ممكن يكون الفتره اللي جايه ما مش هيجي له ادوار بالحجم ده. كانت فرصه يعني ليها، يعني المسلسلين دول يعتبروا فرصه بالنسبه لمايان وظل الرئيس بشكل اكتر. اتعلمت منه كتير قوي، وتعلمت من استاذ احمد كتير قوي قوي. وفي مره جه وقال لي هديكي نصايح وكده وخديها يعني، فانا اتعلمت كتير قوي من استاذ احمد بجد، فبشكره. ربنا يخليك يا حبيبتي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. المخرج احمد سمير فرج بنشكرك على المداخله. قال حاجه مهمه جدا، الاختيار. مين بيختار لك يعني لما بيجي لك السكريبت، يعني السكريبت بتاع الاب الروحي وظل الرئيس لما جالك، مين اختار معاك؟ يعني هل مامتك ساعدتك ولا انت لا مع نفسك اللي هو قلتي ده هقبله وده لا؟ لا مع نفسي يعني فعلا. بس طبعا قلت لها بعدها هي وبابا ايه رايكم، خدت رايهم كده على الماشي يعني كده يعني يلا موجودين. لكن انا لان انا زي ما بقولك انا ما بداتش اللي هو عملت دور بومينج فبعد كده جالي ادوار، لا انا بدات صغيره فكانت الادوار اللي بتجيلي هعملها. يعني ما كانش عندي اختيار قوي اللي هو لا. حتى ظل الرئيس انا الدور خفت منه جدا وحسيت ان هو هيبقى تشالنج قوي. فقلت انه مختلف كمان عن الاب الروحي بكتير. لا ودور كبير يعني. انا اول مره اعمل دور مساحته كده، المساحات اللي قبلها كانت صغيره قوي، فانا اهتميت بيه قوي وقعدت اذاكره كتير قوي، وحتى كان بيبقى فيه معايا كراسه في المشاهد بدخل بيها اللي هو لسه بذاكر وكده. طب ده انت هايله. طيب كان المخرج احمد سمير فرج اتكلم عن المشهد الصعب والدفنه والمدفن، تيجي نفكر الناس بالمشهد. اوكي بس يا رب ما عيطش. نفكر الناس بالمشهد او نشوف مشهد تاني كمان من ظل الرئيس ونرجع نكمل الحوار. اوكي. بتقول لي ان في ناس دخلوا عليهم وبيضربوا نار على سلمى ويحيى. لا ما اعرفش، بس هي قالت لي ان هو هربها، بس الناس لسه ماسكين بسلمى. طب ثانية واحدة هجيب حاجة تقيلة البسها، بس جاية معاك على طول. انا هاجي معاك يا جدو. لا يا حبيبتي استني هنا. لا انا هاجي معاك يا جدو. يلا. اضرب يا سلمى. انت عمرك مسكت مسدس قبل كده في حياتك؟ اضرب يا سلمى بقول لك. سمعت عن حاجه اسمها صمام الامان؟ اضربي. ده اسمه صمام الامان. ورجعنا لكم مره ثانيه وشفنا المشهد، وهنشوف مشاهد طبعا كتير من ظل الرئيس، لكن خلينا ناخد تليفون ونرجع لك ثاني. تليفونات بقى النهارده ايه كله، اما صدق ان انت موجوده معانا. الفنان محمود متولي اللي كان طالع اشرف صح كده. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. ايوه اهلا بيك يا ميتو. يا ميان. كلمني بقى ميان واول تجربه ويعني كنا بنتكلم عليك واحنا بنتفرج كمان على المشهد في ظل الرئيس. اولا انا بشكركم جدا طبعا على استضافه ميان، هي تستحق ده وممثله شاطره جدا وانا بحبها وهي عارفه كويس جدا ان انا يعني بعشقها، اختي صغيره. ميان من الناس اللي بتذاكر قوي وبتحضر. ما قلت لك انا ببقى داخله بالكراسه في ايدي اكني فعلا داخله امتحن او اي حاجه، فماسكه. بس ده برافو عليها. مش كراسه، لا مش كراسه، في كشكول كده كبير. كشكول بس عامه كلنا بندخل بالكشكول ده. ايوه بس ميان بجد انا مره بفتح الكشكول ده لقيت الكشكول كله مليان كلام كتير 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 كتير. ميان بتحضر للشخصيه دي بقلبها وبروحها وبعقلها، كل حاجه يعني هي مركزه جدا، وقبل ما تدخل اللوكيشن بتبقى مركزه، سواء قاعده في كرفان او اوضه،
بعد ما كده جدا 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 في المشهد، وهي كانت فين قبل المشهد يعني ايتن بقى، كانت فين قبل المشهد ورايحه فين وجايه منين، هي فعلا كانت ايتن حتى في الكواليس، هي فعلا كانت ايتن. طيب وانت قول لي بقى التعامل، يعني زي ما انت بتقول هي كانت ماسكه الكشكول، والتعامل بقى جوه اللوكيشن كان عامل ازاي؟ يعني الكواليس بقى اللي احنا ما نعرفهاش، اللي احنا ما حدش خالص فينا يعرفها. عيله لا حاله كواليس ظل الرئيس كانت هاديه جدا، وكانت كلها تركيز، وكل واحد كان سبورت. المسلسل يعني كان صعب، يعني مسلسل جداً. كان مش مسلسل عادي بالظبط جدا، لانه كل الاحداث كمان فيها توتر واكشن، ويعني كلها كانت محتاجه كتير. من كل الناس تركيز وعياط كتير من كتير. كانت بتعيط على طول حتى بره، يعني ساعات انا كنت بنسى ان احنا في لوكيشن وادخل كرفان مياني بعيط، انت مالك يا روحي مالك، اقول له ما تفصلنيش لو سمحت يا متولي، اروح خارج وسايبها على طول. حاضر يا ميان، اروح خارج وسايبها. لا فعلا كل يعني دينا فؤاد، طبعا مع احترامي او الاحتفاظ بالالقاب، دينا فؤاد ياسر جلال ودكتور عزت وعلا غانم، كل الناس دي كانت سبورت لينا كمان. وكنا مبسوطين جدا ان احنا كنا جزء من العمل، واستاذ احمد سمير كمان كان يعني اكثر واحد يخلينا ما نخافش، يعني يقولوا مالكوش دعوه لو في اي حاجه هوقفكم، يعني هو كان فعلا معانا، وكان مركز جدا 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 في كل حاجه احنا بنعملها، سواء انا او ميان او منى او محمد عز او اي حد في اللوكيشن، سواء من الناس الجديده او الناس الكبيره. طب يعني انت قلت حاجه دلوقتي، الناس الجديده والناس القديمه، التعامل بقى الفنانين زي الفنان ياسر جلال، الفنانه علا غانم، الفنان عزه تبعوف او الدكتور عزه تبعوف وحنان سليمان، ناس كتير وناس ليهم اسم، الواحد بيتخض، كانوا بيعملوا معاكم ايه في الكواليس؟ يعني كانوا بيقعدوا يهديوكوا يهدوكوا؟ كانوا متواضعين جدا جدا، ما حسيناش ان في فرق بيننا، يعني كنا بنقعد معاهم ونتكلم معاهم عادي، وما كانش في اي خوف او رهبه منهم، لان هم اصلا ناس اللي هو لطيفه جدا وبيساعدونا جدا ومتواضعين، فما حسيناش خالص باي حاجه من مفيش فعلا. فعلا زي ما ميان قالت، من الاب الروحي كمان مش من ظل الرئيس. يعني كنا متخيلين محمود حميده بقى، استاذ محمود حميده لما نشوفه مش هيكلم حد، هو بياخد اتيتيود كده يجبرك انك تخافي او ما تتكلميش معاه. اول ما اتكلم معانا كنا دايما بنقعد معاه في الاوضه وكان بيضحك معانا. كذلك استاذ ياسر جلال، استاذ ياسر جلال كان قاعد معانا على طول في اللوكيشن، لو هو ما عندوش شغل او ما عندوش مشاهد او مش بيحضر حاجه فيبقى قاعد معانا وبيقول لنا كلام كويس دايما ويقول لي رايه، انا كنت هنا المفروض اعمل كذا. يعني بصراحه كلهم مش بس استاذ ياسر جلال، علا غانم ودينا وكل الناس بصراحه، مش عايز انسى حد. فانا بصراحه شرف ليا ان انا اشتغلت في عملين الحمد لله، وشرف طبعا لمرين اكيد، شرف لينا كلنا ان احنا اشتغلنا في حاجه انتاج شركه زي فنون مصر، لان هي بصراحه هي اللي نورت النور علينا. طبعا احنا نفسنا بنشكر الشركه المحترمه الجميله اللي فعلا عملت وادت لنا اعمال فعلا احنا نفسنا كنا مفتقدينها. بشكرك شكرا جزيلا الفنان محمود متولي. شركه فنون مصر، وهم بقى هم عرفوكي ازاي؟ يعني من الكاستنج، انت عملتي كاستنج في الاول صح كده؟ انا في الاول كلموني قالوا لي روحي اعملي اوديشن في شركه فنون مصر، عايزين وجوه جديده. فروحت ولقيت بقى آلاف مؤلفة كتير قوي، لدرجة ان انا ممكن اكون دخلت عملت الاوديشن الساعة واحدة مثلا بالليل. فدخلت وعملت الاوديشن وبس. كنت واثقة من نفسك وعارفة ان انت لا يعني لا انا مش ببقى حاطة اكسبكتيشنز، يعني انا ببقى داخلة اللي هو تمام، حصل ما حصلش أي توقعات الحمد لله خالص. انا هفضل ورا حلمي وان شاء الله هوصل له، مش دلوقتي بعدين مش مهم. فدخلت عملت الاوديشن مع رامي الجندي الدانر ويك شوب الاكتنج كوتش، دخلت عملت الاوديشن وكده واتقبلت الحمد لله. فانا عايزه اشكر مستر ريمون وعايزه اشكر استاذ محمود عبد العزيز عشان هم اللي ادونا الفرصه دي. بتقولي له زيزو صح؟ مش ادونا الفرصه دي مره، لا مرتين، يعني ادولي الفرصه دي في الاب الروحي وفي ظل الرئيس. وفي حاجه تانية معاهم ولا خلاص كده؟ في الاب الروحي الجزء الثاني بقى. الجزء الثاني او انتم مكملين ان شاء الله معاه. فانا عايزه اشكره مستر ريمون جدا عشان هو كمان في ظهرنا قوي،
ويعني جنبنا جدا، يعني اي حاجه بيكلمنا وعلى طول في تواصل ما بيننا. فانا عايزه اشكر بجد استاذ مستر ريمون، وعايزه اشكر استاذ محمد محمود عبد العزيز. طيب لعبتي دور في الاب الروحي غير ظل الرئيس، الاثنين اكستريم مختلفين تماما. احكي لنا بقى انت حضرتي للدور ده ازاي وللدور ده ازاي؟ في الاب الروحي حضرت له ان انا كنت طالعه البنت الضايعه، انا كنت طالعه البنت الفاشله الصايعه اللي بتضرب كل حاجه وبتضرب كل حاجه، ممكن تصاحب واحد على واحد تاني وكده، اللي هو عكس شخصيتي تماما طبعا. فبس ما كانش دور صعب زي ايتن، يعني هو كان دور صعب بس مش زي ايتن، بس حضرت له طبعا وذاكرت له كويس. ايتن بقى انا خفت جدا من الدور، كنت كل ما بقرا مشهد بقول انا هعمله ازاي، ده انا هعمله ازاي، كله عياط كله وجع وحاجه صعبه قوي انه حد يخسر. كنت بتعيطي بجد من قلبك؟ اه جدا. انا دخلت في الشخصيه، يعني انا كنت ايتن ما كنتش معان. بسمع كلام تلفزيون كده كتير يقول لك ايه اصلا دخلت في الشخصيه ومش عارف. لا هو بجد هو مش كلام تلفزيون، لا يعني بجد والله، يعني بجد. ايه يعني الفنان يعني ما بتروحي البيت بتبقي بفصل بقى بتفصلي؟ أوه. بس طب دي حاجه حلوه جدا ان انت بتعرفي عندك القدره ان انت في الـ في الـ في اللوكيشن حاجه بتطلعي بره خلاص تفصلي. لا مش تمام. في اللوكيشن انا ببقى واصله تمام انا معين، بيقولوا لي يلا عشان المشهد، ببتدي ان انا ادخل في الكاركتر. يعني عايز اقول لك ان الراحل طبعا الجميل احمد زكي بيقول لك ما كانش بيطلع، يعني دي كانت عنده مشكله. انا بحترمه جدا عشان هو كان اللي بيعمل كده بيبقى بيحب التمثيل بجد، عشان هو التمثيل معايشه اني اعيش الكاركتر وان انا بجد احسه ويبقى جزء مني، ولما بيخلص بقى بيبقى صعب وانا بودعه. انا كان صعب عليا وانا بودع ايتن قوي. طيب اني حبيتها بجد. ماين احنا لسه هنكمل كلام معاكي، بس ايه رايك نطلع لفاصل؟ تمام هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الفنانه الجميله ماين، لكن بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية، والفنانه الجميله اللي عايزه اقول لكم يعني بجد عامله روح كده حلوه في الاستوديو. انت اللي جميله التهريب. لا بجد انت ما شاء الله عليكي قمر يا ميان. انت اللي جميله. طيب خليني، احنا معانا يا جماعه محضرين حاجه تانية لميان. طيب احنا محضرينك دلوقتي فيديو ليكي مشهد مع الفنان الجميل ياسر. ده فيديو مش مشهد. طب احنا في فيديو تيجي نشوفه؟ يلا فيديو الميان مع ياسر جلال ونرجع لكم مره تانية. ان احنا كان ياسر الفنان طبعا جميل ياسر جلال كان باباكي في المسلسل. ما تقولي انت قالوا بقى كده بجد؟ لا هو باباكي برضه بس مش بابايا الحقيقي. باباكي الحقيقي معانا على التليفون والد الفنانه ميان. الو الو ايوه يا بابا. ازيك يا ميان؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه رايك في المفاجأة؟ ميرسي يا حبيبي. بنرحب طبعا بحضرتك معانا على التليفون والد الفنانه الجميله ميان، واللي ان شاء الله هي حلم عمرها تبقى سندريلا رقم 2، ان شاء الله تبقى سندريلا رقم 2. كلمنا بقى عن ميان لما جات لك. اي اب دلوقتي بيخاف اكيد على بناته لما تقول له انا عايزه امثل، لان للاسف الشديد ان الفكره المتاخده ان لا الفكره ان الوسط مش كويس وي وي وي. لما ميان جت قالت لك بابي انا عايزه امثل، كان رد فعلك ايه؟ اول حاجه الثقه متبادله بيني وبين ميان، فانا بثق بنتي جدا، وكل وسط فيه كويس ووحش. اكيد طبعا ما نقدرش نقول كل الدكاتره كويسين وكل الدكاتره وحشين. صح. ما نقدرش نقول المهندسين كلهم كويسين كلهم وحشين. المشكله في الفن الناس بتهتم باخبارهم. فلما بتطلع لهم حاجه بتنتشر بسرعه عشان الناس بيحبوا يقروا عنهم. طيب كنت بتروح مع ميان بقى اللوكيشن وكده ولا لا؟ ولا مره. انا بثق في ميان جدا، وما بتحب التمثيل واخداك رساله، ولا هو واخدها مكسب ولا اي حاجه، واخدها رساله وعايزه توصل فيه لاحسن حاجه. فانا محترم رغبتها دي وعشان تحقق اللي هي عايزاه. طيب وهي انا بثق فيها جدا وهي قد المسؤوليه يعني. طب ميان عايزه تقولي لبابي حاجه؟ عايزه اقول له شكرا ان انت على طول بتشجعني انت وماما. هم من وانا صغيره هم بيشجعوني وعارفين ان انا عايزه ابقى ممثله، يعني عمرهم مثلا ما دعوني اللي هو يا رب تبقى دكتوره، هم عارفين ان ده حلمي، ودخلني الجامعه اللي انا عايزاها، دخلني الميجر اللي انا عايزاه، مع ان دلوقتي في اللي هو فكره لا انت تخش بيزنس او تخش هندسه، لا هم خلوني ادخل الحاجه اللي انا بحبها.
لما دخلت فرقه فولكلور كانوا بيشجعوني، بيجوا يشجعوني في الحفلات بتاعتي، بيسقفوا لي، بيبقوا من الناس اللي قاعدين قدام. في المسلسل لما بيتذاع بيبقوا قاعدين ومركزين قوي، بابا ساعات بيجي يقول لي اظبطي دي عندك مش عارفه ايه، فده معناه ان هو مهتم وعايزني ابقى احسن. فانا عايزه اشكر هو وماما جدا، وعايزه اشكر اخواتي كمان، وعايزه اشكر كل اهلي عشان هم بجد واقفين جنبي جدا وبيشجعوني جدا. احنا كمان بصي يا حضرتك انت بتستاهلي، وانت مجتهده وبتحبي التمثيل حبيبي يا بابا. انا بحترم فيكي انك بتحبي التمثيل، وان شاء الله ربنا يحقق لك املك وهتبقى ممثله كويسه ان شاء الله. اكيد، والكل مجتهد النصيب. تطورك والاطلاع ان شاء الله. اكيد، احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا والد الفنانه مايان. بنشكرك يا مايان على وجودك معانا، وبنشكرك على مجهودك، وان انت بني ادمه مجتهده، وزي ما انا بقول لكل مجتهد النصيب، وانت نصيبك ان شاء الله في كل خير جاي لك ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا. ميرسي مايان. كانت معانا الفنانه الشابه مايان، بنشكرك. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. طيب احنا لسه طبعا مكملين مع حضراتكم، هنطلع لفاصل بقى. بعد الفاصل موضوع مهم جدا، ازاي تقدر او تقدري ان انتوا تحولوا لا قدر الله الابتلاء اللي عندكم لنعمه كبيره جدا عليكي وعلى كل اللي حواليكي. ده اللي هنعرفه من ام سيد اللي بقت الدكتوره عبير، لكن استنونا بعد الفاصل. انا عندي 17 ونص، وانا ملعب يعني اكتر رياضه محبها هي السباحه والموسيقى والباسكت والفيتنس بصراحه يعني. وانا يعني ان شاء الله باذن الله عندي بطوله قريب في شهر 11، وبطوله تانية في شهر 3، وان شاء الله هعمل حاجه جميله قوي يعني اشرف بيها الكباتن بتوعي ومامتي وان كل الناس يعني. مقسم وقتي بقى بين الدراسه والتمرين يعني ايام مخليها للدراسه، وايام تانية يعني خميس يعني الجمعه والسبت والحد والثلاث مخليهم للتمارين، والاثنين والاربع والخميس يعني مثلا مخليهم للدراسه. حلم حياتي كله ان انا اوصل باذن الله لبطوله العالم، يعني نفسي اكون بطل عالم في السباحه واكون بطل عالم في كل حاجه. فأنا إن شاء الله مع التدريب ومع الوقت هوصل بإذن الله للحلم الكبير يعني. وحلم حياتي بقى أكتر كلية نفسي أدخلها كلية آداب بصراحة، عشان أنا أدبي يعني. فبإذن الله بعد الثانوية العامة إن شاء الله أروح الكلية. بس بصراحة وكل يعني كل اللي أنا فيه ده بفضل مامتي العزيزة عليا يعني. فأنا حابب برضه أشكر ماما وأشكر مش عايز أشكر كل الناس. أنا السباحة السنة اللي فاتت حققت مركز ثالث في 50 متر حرة ومركز ثاني في 50 متر حرة، وفي بطولة الهيوبليس الدولية جبت الأول في 50 متر حرة، وجبت الثاني في 100 متر حرة، وجبت تاني برضو 50 متر حرة تتابع. أنا أكتر حاجة بحبها في يعني في الموسيقى بحب أعزف على الطبلة والإكسليفون والطنبورين والدف، يعني كنت معزف على الإكسليفون والطنبورين والدف، وآخر حاجة وصلت لها الطبلة. بس عازف على الطبلة أكتر يعني، اكتر حاجه بحب اعزف فيها الطبله اكتر. شفتوا التقرير المحترم ده؟ يعني فعلا اللي شفناه في التقرير ده نموذج محترم مختلف جدا في ان احنا نحول الازمه والمشكله الكبيره اللي بتواجهنا طبعا لطاقه ايجابيه حلوه جدا بتحول مسار حياتنا كلها، وتخلي الواحد يبقى ايجابي، وان احنا نقدر قد ايه ان احنا نواجه ازمتنا بكل قوه وكل شجاعه. ام سيد هي ام عاديه جدا، ابنها جاله مرض التوحد، لكن هي ما عملتش زي اي ام عاديه وقعدت زي ما بنقول كده بالبلدي تقعد تندب في حظها، لا، دي حولت الابتلاء ده لنعمه كبيره جدا، وده اللي هنعرفه دلوقتي من ام سيد او الدكتوره بقى عبير فتحي الحاصله على دكتوراه في التوحد. اقول لكم ام سيد ولا دكتوره عبير؟
دكتورة أم سعيد. دكتورة أم سعيد أهلا بيك. أهلا بيك يا هاجر. تقرير محترم اللي شفناه وابن حضرتك وزي ما قلنا هو ابتلاء وحاولتيها لحاجة إيجابية. الحمد لله. سريعا كده احكي لنا القصة بدأت إزاي؟ والله هي القصة طبعا بدأت يعني هي المأساة في الإهمال في المستشفيات. لأن هو سيد كان مولود طبيعي جدا مفيش أي حاجة ولد نورمال، لكن للأسف وهو عنده أسبوع وهم بيغيروا له على الحبل السري، غيروا له بأجهزة ملوثة فأجابت له ميكروب تيتانوس، عمل له سخونية، هي السخونية دي هي اللي دمرت أجزاء من المخ، عملت له ضمور في مركز الحركة والكلام. وده يعني ده كان بداية مشكلة التوحد. بس وانتي ما استسلمتيش، لا رحتي درستي. لا طبعا ما اصل انا مش عارفه اتعامل، انا او احنا ما عندناش حد في العيله خالص مختلف، فده كانت الحاله غريبه مش عارفه اتعامل يعني. طفل كانت اولا يعني هو التوحد علاماته مميزه جدا، فكان يعني اكثر العلامات وضوحا فيه عدم التواصل، يعني كان طفل نايم في السرير ما بيتحركش خالص، ما فيش اي استجابه من اي نوع، مش لا استجابه لضوء ولا صوت ولا اي حاجه، لدرجة ان احنا شكينا ان هو ممكن يكون فقد السمع او فقد البصر او لكن مع الكشوفات وجدنا ان هو سمعه جيد جدا وبصره جيد جدا، لكن على طول باصص للسقف مفيش اي حركة، حتى مش زي الاطفال اللي هو في سن الشهور بيحرك ايده او رجله او كده، لا مفيش خالص. فكانت في علامات واضحة ان هي حاجة غريبة، فبدأنا الاتجاه ان احنا رحنا لدكتور مخ واعصاب، جراح مخ واعصاب. بدا معاه المشوار، بس كان قدامنا طريقين، ان احنا نبدا بالحركه او بالكلام. طبعا انا بدات بالحركه لان هي الاساس، انا كان يهمني ان هو يتحرك. كان هو عنده كام سنه؟ لا كان عنده 4 شهور. ده كان صغير خالص. طبعا لان كان طفل مختلف خالص، ما بيتحركش خالص، ما فيش اي استجابه، ما فيش اي تفاعل، يعني ممكن يفضل باصص كده برغم ان الضاءه مباشره فيه، لكن هو مش حاسس بحاجه. على طول عامل ايده كده، لو جيتي تحطي صباعك مثلا كده مش زي اي طفل يمسك ايده عليها، لا مفيش اي استجابه خالص من اي نوع. لو حتى لو حصل صوت، اي صوت جنبه مش بيلفت انتباهه، ما بينتبهش، لا مفيش خالص، مفيش حركه، حتى مش بيحرك ايده ورجله زي الاطفال الطبيعيين، مفيش. فكان واضح ان في مشكله. طيب خليني اتكلم عن اسباب التوحد، يعني حضرتك قلتي او ذكرتي مثلا اثناء الولاده، هل بيبقى ممكن اسباب وراثيه؟ يعني انت هو له اخت، بس هو اخته الحمد لله كويسه ما فيش اي مشكله. لا اخته نورمال ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني احنا ما عندناش حد خالص في العيله. لا انا قصدي اصيب بده بعد الولاده، مش اثناء، مش مولود بيه. لا انا قصدي ان ممكن ده يعني ممكن يبقى من اسباب الورقه، عشان الناس اللي بتتفرج عليها هي تعددت. بصي هو حتى الان لم يجزم باسباب التوحد ايه هي بالظبط. في بعض الاتجاهات بتقول ان هو وراثي، وفي بعض الاتجاهات بتقول ان هو بسبب التطعيمات، وفي بعض الاتجاهات بتقول بسبب سوء التغذيه، وفي يعني اختلاف في وجهات النظر، لكن مفيش سبب محدد او ما اقدرش اقول ان دي اسباب التوحد 1 2 3. طيب العلاج لما انت عرفتي عالجتيه ازاي؟ انت قلتي في طريقتين، كان الـ 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 لا هو الحركة. كان بالنسبه له كانت المشكله عنده ضمور في مركز الحركه والكلام. فكان لازم قدامنا اتجاه، ما نقدرش نعالج الاثنين في نفس الوقت، كان لازم نعالج جزء ونتجه للجزء الاخر. بدانا بالحركه طبعا لان كانت هي الاهم، بعد كده بدأنا بالكلام. لكن عموما بالنسبة للتوحد العلاج بتاعه تدخل مبكر، ده من الأساسيات اللي بتنجح في تقدم حالة الطفل، ان هو ممكن حالته تتحسن جدا ويبقى اقرب ما يكون للطبيعي. انا بشكرك وبحييكي على يعني قوتك، وان انت ما استسلمتيش زي ما كتير من الناس بتستسلم، تقول لك خلاص انا هعمل ايه، ربنا بقى يشفي من عنده. نموذج ايجابي، نموذج محترم، قدرتي تحولي الابتلاء اللي كان عند حضرتك لحاجه ايجابيه، وكمان بتفيدي نفسك وكمان بتفيدي الدوله، لان وزاره التربيه بتاع وزاره الصحه تقريبا بتستفيد بتستعين بحضرتك، صح كده؟ والتربيه والتعليم. والتربية انا والتعليم. اصلا كمان اخصائيه توحد في التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره عبير فتحي ام سيد، صح كده؟ ايوه صح كده. الحاصله على دكتوراه في التوحد، بشكرك ومساء العسل ابيض على حضرتك. ميرسي، ربنا يخليكي حبيبتي، مساء النور عليكي. طيب حلقتنا خلصت يا رب، حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، بكره قبل ساعه ونص من دلوقتي وعسل ابيض.